السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية ضعوا اعجاب للفيديو ولا تنسوا الاشتراك بالقناة لحتى توصلكم جميع التفاصيل. خبر صار قريبا واتصالات من أنقرة شملت السوريين والعرب في تركيا واجراء هام يجب عليكم المسارعة بفعله. اجت اتصالات لالاف السوريين والعرب والاتراك ايضا المقيمين في تركيا من أنقرة، وفي كتير ناس كتبت لي بقسم التعليقات انه وصلنا اتصال ولكن ما لحقنا نفتح التليفون او فتحنا التليفون ونحن بصراحة ما فهمنا شو هذا الاتصال، وفي اشخاص خبروني انه طلعنا المجيب آلي ايضا فما فهموا شو هو طبيعة هذا الاتصال. طبعا يلي وصلوا هذا الاتصال يكتب لنا بقسم التعليقات. على جميع الاحوال اخواني هذا الاتصال هو اتصال ايجابي، يعني اتصال جيد بكل الاحوال. هذا الاتصال اخواني وصل كتير اشخاص وعم يتم السؤال من خلال هذا الاتصال قديش انت ممنون من موضوع المعاملات في تركيا، قديش انت ممنون من موضوع الدوائر الحكومية في تركيا. بيتم السؤال من خلال المجيب الالي وانت بتقوم بالاجابة على هي الاسئلة، واي شخص بيجي هذا الاتصال بنصحه انه يجاوب على جميع الاسئلة لما بيجي هذا الاتصال. هذا الاتصال شمل كتير عالم اخواني، منهم سوريين، منهم عرب، منهم اصحاب كملك، اصحاب اقامة، ومنهم اتراك ايضا. فهذا الاتصال عم يكون لمعرفة قديش انت ممنون من الخدمات بشكل عام في تركيا. الموضوع الثاني اجراءات لازم تعملوها وبشكل سريع اخواني قبل ما نفوت بالخبر السار. معظمكم اخواني صار بيعرف موضوع القوانين بالنسبة للكملك، بالنسبة للاقامة، انه اصحاب الكملك وين لازم يكونوا مقيمين بولايتهم الاصلية، موضوع النفوس، موضوع البيانات، كلكم صار عندكم علم بهذا الموضوع والجميع صار عنده خبرة كبيرة بهي الأمور. ولكن النصيحة المهمة إخواني سارعوا بعمل الإجراءات القانونية يلي أنتم بتحتاجوها، سارعوا اليوم قبل بكرة. يعني إخواني الكرام إذا عندكم أي مشكلة سواء تخص الكملك أو الإقامة قوموا بتصحيحها وعمل الإجراء اللازم، سواء من شان بيانات، من شان نفوس، من شان نقل كملك، من شان معاملة زواج، من شان كتير معاملات. لا تهملوا هي الأمور أبدا واعملوا جميع الإجراءات بشكل سريع، يعني حاولوا خلصوا هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن. الموضوع الأخير خبر صار قريبا ب 22 الشهر المقبل، يعني بعد عدة أيام بإذن الله. تم الإعلان يا أخوان أنه ب 22 الشهر المقبل رح يكون يوم الأحد رح يتم إن شاء الله افتتاح المترو يلي رح يوصل على مطار اسطنبول. هذا الموضوع رح يسهل الحركة داخل اسطنبول، وأيضا رح يوصل هذا المترو على مطار اسطنبول الجديد يلي كانت في ناس عم تواجه صعوبة بالوصول له، ورح يوفر طبعا عدة طرقات أخرى رح تكون كتير حلوة وجميلة لجميع المقيمين في ولاية اسطنبول. مساء اليوم أخواني في عندي فيديو رائع جدا إن شاء الله رح أقدم لكم إياه، اللي لسه ما اشترك بالقناة لا ينسى الاشتراك بالقناة والاعجاب بالفيديو لحتى توصلوا جميع التفاصيل. كل الحب والاحترام، تحياتي لكم جميعا، سلام عليكم.